يجلس هذا الشيخ وهو في عقده التاسع سعيدا مرتاح البال. سألناه ما سر راحة البال هذه، فأجاب قائلا: أتعلم من تجلس بجانبي؟ إنها أمي، فكيف لا أكون سعيدا وهي لي الروح وبلسم للجروح. هذه مامايا وأنا يا بنها في عمري 84 عام. 114 سنة هو عمر هذه العجوز التي لا تزال تتمتع بكل قواها العقلية والجسدية. يوراها بلي حراهية كين جنوض هي اللي تنوضني. أنا في عمر 84 عام والله هي اللي تنلي حشك من الدبوش وتقول لي تجبدني ونوض. أنا بنهز خير اللي درته في الناس ما داروا حتى واحد. وكل تاكل زين وتشرب زين ومتهلية في روحها ومتهليين فيها بنياتها الحمد لله يا ربي. أولاد أولادي يقولوا لي يا جدة، وهو ما يقولوا لها ذن يا جدة، وهي أم جداها. أم جداها ميه، أنا أمه. وقاعدة على وليداتي وانكبروا وزوجتهم وزوجوا وكل واحد عاد بداره، وأنا ثاني راني بداري وقايمتني بنتي وراني قاعدة استغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أشفع على كلش حاجة، ذرك راه حاجة ما تروح لي. قلت حاجة بك حوايج بكري راني مانيش ناسيت. ابنة بلدية ديرة أقصى جنوب ولاية البويرة لها 6 أبناء وما يقارب 500 حفيد. العجوز هذه عندها 6 أولاد، 3 ذكور و3 بنات. أحفاد نتاعها غير العائلة فقط ما يقارب 426. الأمراض ما عندهاش حتى مرض مزمن، العقلية يعني 100%، عقلية نتاعها 100 تشفى حتى الذاكرة. قول لها تقصي عليها هو البوماديان والخميسي والرئيس الآخر والرئيس بن بلة وكذا، كل تشفى الثورة في أي كذا تشفى. يعني ما عندها حتى الأولاد نتاعها ما تنساهمش، الأحفاد ما تنساهمش ليومنا هذا. قربوا أهلا وسهلا بكم، زارتنا بركة. استقبلتنا هذه العجوز بصدر رحب وفارقناها وهي تدعو لنا بالخير. الله يشد لكم في صحيحاتكم، الله يعمر داركم، الله يعمر سوقكم، الله يعطيكم عام زين،